غلاء المعيشة بصراحة تربي عواشر، وانا نوصل له مساج الشاهد تقول له حرام عليك راهو عواشر، ورمضان انت تنقص في قفة المواطن مش قاعدة تزيد. الشعب ما عادش مات، انا بيدي موظفة ناخذ في شهرية ما عادش خالتها باش نعيش، ما عادش هاك تشوف الأسعار باش تزيد، المحروقات باش تزيد، الفارماسي باش تزيد، الحوايج باش تزيد، كل شيء، الخضرة كل شيء باش تزيد عليك. الحليب أبسط حاجة، الحليب على 100 فرنك ينقص لنا ينحيوا لنا الطابو، رجعنا في عهد بورقيبة قبل نقصوا بالسكينة والمقص. أبسط حاجة أخرى ورقة الضوء، ما عادش يخسروا عليك ماسة ولا تجيك ورقة يرميها لك في الباب، ورقة ولا تجي. وين ماشيين؟ وين ماشيين بالشيء غالي؟ العباد راك تشوف ناس باش تموت. أنا واحدة من الناس راهو كزميلي يحكي عنده الحق، ما عادش إنسان خالط، ما تشوفش هكا، شوف البرة، شوف أنا نشوف روحي موظفة، ما قلت مال المواطن الزوالي اللي يعطيها رجلها مصروف 2000 فرنك، 2000 الرافاتة بتذبل في وجهها ب 2000 في السوق الدور ما يغدرلوش هذا. واللي تتشحت في الباجي قائد السبسي وتقول له يا سي الباجي عندي عام ما كليش الحام العلوش تسخفك المرأة التونسية، وين المرأة التونسية اللي بكيت عليها؟ وين؟ مرأة كبيرة. العلوش 30 دينار، لحم البقري الجيفة اللي عنده 5000 سنة يجيبوه هنا ب 26 دينار. أنا حكومة خونة، حكومة خونة، ما عيني بحتى حزب باش يشد، وما ننتخب على حتى حزب، حزب لا نهضة لا حتى حزب يشد هالجيش، يرقلوه الجيش، جيش يرقلوه ونوصلوا ميساج بخشوا ولا واحد. حتى حزب كله، أنا يوسف الحزب يعطي الرشوة للناس باش تنتخب عليه، مازال عندي فيه الثقة، مازال عندي فيه الثقة، حزب ياخذ الرشاوي من عند العباد باش تنتخب عليه، كأنت مواطن مازال عندك فيه الثقة باش يشد رئيس بلاده؟ ما عادش عندي فيه الثقة، سي ما عادش عندي الثقة في حتى حزب في حتى رئيس، يشد هالجيش، الجيش يمشي قد قد، ما عادش عين يزي، يزي من الأحزاب، يزي من حزب النهضة وحزب الحر وحزب وحزب وحزب، كله حزب كذاب. حزب كذاب، اعطينا صحيح يشد هالجيش، الجيش يشد قد قد، يزيني من الاحزاب، انا واحده من الناس كمواطن وتونسيه ما ننتخبش لا اسمه لا النهضه لا حزب الحر لا الحزب لا الاحزاب حتى حد، حتى حد ما عيني بحد يشد هالجيش. هاهو يز مرأة تونسيه ما عادش خالتها، ما عادش خالتها الدينار و2000 تهبط للسوق. الحوت الناتن اللي ياكل في العباد ولا ب50 وب30 وببر شوف الاسوام اكثر من حامل علوش. وين ماشيين؟ حرام عليك يا شاهد، راهو عواشر، ناقص من قفة المواطن، عواشر حرام راه، يا ربي بالمرصاد، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. المغرب خير منا تعيش، كيلو بطاطا ب 500 في المغرب هنا ب 2000 فرنك، وين يز السماح؟ ما ننتخب حتى حزب، حتى حزب، لا نهضة لا الآخرين، يز فيها ألف بركة والسلام.